أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، أضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة تعمل على إحداث توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه، مع الحرص على حقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة. فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثا موثقا عن تفعيلي وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعتبارها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطن معاً.